اهلا وسهلا بيكم، تعالوا النهارده نتعرف على انواع اسماك الزينه. طبعا احنا عندنا انواع كتيره جدا جدا جدا. طيب السمكه اللي احنا بنشاور عليها دلوقتي اسمها فانتيل، ودي طبعا على يعني بنشوف فانتيل طبعا على ايه، يعني اختلاف الاحجام، يبقى هي بنشاور عليها ديت اللي هي فانتيل. هنا بقى اختلاف ايه، اختلاف احجام. ديت كوي، شايفين السمكه عامله ازاي، طويله كده، دي كوي، كوي يعني صغيره اهو، لان برضك في اختلاف برضك مقاسات، يعني ممكن تلاقي كوي كبير حجمه كبير، هنشوف ايه، هنشوف كوي كبير الوقت حالا. طيب نشوف ايضا برضك ده برضك فانتيل برضك، ونشوف كمان اللي هنا الكوي برضك اهو، هنا برضك ده كوي اللي قدامنا في الصوره، ده كوي برضك، ودوت فانتيل، بس برضك اختلاف ايه، اختلاف احجام. ده فانتيل اهو، اللي تحت ده بقى كوي كبير اهو، ده كوي كبير. شوف السمكه قد ايه طويله قد ايه وكبيره. بنشوف كمان دوت بقى جرانت، ده جرانت، يعني هتلاقي السمكه منه غاليه شويه، يعني غالبا يعني ممكن تعمل لها 30 جنيه. دي طبعا عندنا دي سمكه انجل، زي ما احنا شايفين كده، سمكه انجل، ودي سمكه برضك جميله جدا ومشهوره برضك. برضك نشوف سمكه برضك، يعني اغلب الاسماك موجوده اللي هو فانتيل، يعني لاحظ ان السمكه دي مشهوره شويه في مصر، وهي موجوده بكثره جدا، يعني هي اكثر سمكه موجوده بكثره، سمكه فانتيل وسمكه كوي. والجراند برضك موجود بكثره، زي ما احنا شايفين برضك جراند هنا، هو ده جراند اهو تحت اهو، برضك برضك سمكه موجوده بكثره في في مصر. ده برضك فانتيل برضك، نشوف برضك ده كوي كبير اهو، كوي كبير برضك. بعد كده ايضا نشوف بقى اللي هو الانواع اللي هي الغاليه شويه، دي سمكه بغبغاء ودي سمكه اوسكار. هنوضح اكتر، زي ما هو في الصوره كده، سمكه بغبغاء هي واضحه في الصوره، وسمكه اوسكار هي واضحه في الصوره، والسمكه من دمت بتعمل 300 جنيه، سمكه غاليه. ودي سمكه المساح، يعني بتمسح لانها متعلقه على طول بالحوض فكانها بتمسح، ودي سمكه التمساح، سمكه طويله كده شويه زي ما احنا شايفين، ودي سمكه القرش. دي اسماك يعني غاليه شويه، والسمكه الفضيه لونها زي الفضه كده. دي بعض انواع الاسماك، لان طبعا يعني الاسماك كتير جدا، انواع كتير جدا، وفي انواع غاليه جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله. كده عنها طالعه شويه مبلغ مو بلاك ايه؟ بلاك مو.